كفانا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. تقبل الله أعمالكم في ليالي القدر الماضية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد وفقنا للتغيير نحو الأصلح، وأن يجعلنا من المقربين، وأن يجعلنا من الأبرار. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى أبرار وإلى فجار، وأعطى لكل واحد مصيره. والبر هو الخير الكثير، هو الصلاح، هو الصدق، هو الذي يوصل بالإنسان إلى السعادة. يعني الإنسان البار وفعل البر يوصل إلى الخير والسعادة. فبالتالي كيف يسعى الإنسان، كيف يسعى الإنسان لكي يحصل السعادة؟ هذا من الأمور التي اختلف فيها الناس، وكل انتهج منهجا واتخذ طريقا، والكثير وقع في ورطة السعي نحو السعادة من ناحية الطرق المادية والدنيوية، وحصرها بهذا الجانب، وظن أن السعادة هي تحصيل الرغبات والملذات والشهوات، في حال أن السعي نحو تحصيل الشهوات والملذات والرغبات غالبا ما أوصل، أو كثيرا ما أوصل إلى عكس المراد وإلى عدم السعادة، وإن أكثر حالات الانتحار والاكتئاب التي تحصل عند الناس تجدها عند من حصل نسبة كبيرة من الملذات ومن وقضى الكثير من الشهوات، ووفرت له الكثير من الأمور التي تعطيه الراحة في الحياة، الراحة المادية في الحياة. ثم كان هناك اتباع لنظريات مختلفة في هذا الإطار، لمفكرين مختلفين، لفلاسفة وما إلى ذلك، ولكن الحقيقة أن الآية الكريمة تدلنا على ذلك، على الطريق الذي يسهل لنا الوصول إلى السعادة وإلى البر. تقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. لا تذهبوا إلى أصحاب الآراء والنظريات والتوجهات والتيارات وما إلى هنالك، ولكن البر من آمن بالله. تبدأ بتقسيم الخطوات التي ينبغي على الإنسان أن يتخذها أو أن يحصلها حتى يحصل أو يصل إلى البر، فيكون من الأبرار بالتالي، أليس كذلك؟ من آمن بالله واليوم الآخر. حسنا، هنا نلاحظ أنه أول خطوة في البر لم تكن خطوة خارجية، بمعنى أنها ترتبط بالنواحي أو بالأعمال الجوارحية، وإنما هي ترتبط بالأعمال القلبية والعقلية. فتقول: ولكن البر من آمن بالله. إذا نتكلم عن بر نظري، عن بر يتعلق بشخصية الإنسان وفكر الإنسان وعقيدة الإنسان. أول شرط هو الإيمان بالله، إيمان بالله وما يرتبط بالإيمان بالله سبحانه وتعالى من أمور أيضا تساعد على تحقيق سعادة الإنسان. أنه من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه نواحي عقائدية، يعني يؤمن باختصار يؤمن بأصول الدين، أليس كذلك؟ الأصول الدين يرتبط بها، يعني لما ذكرته الآية نحن نقول أصول الدين هي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، أليس كذلك؟
طيب حسن، من آمن بالله ارتبط بالتوحيد، والله يدخل فيه العدل، أليس كذلك؟ أن الإيمان بصفات الله من أهم الصفات التي ينبغي أن نؤمن بها، هي صفة العدالة. فداخلة الإيمان بالله يشمل الإيمان بالعدالة الإلهية وباقي الصفات الإلهية. ومن هنا لا يستطيع يقول الإنسان أنا آمنت بالله وانتهت القضية. هو المفروض أن يؤمن بالله بشكل عام، ولكنه إذا عليه أن يزيد معرفته بقدر الإمكان، فيزداد بالتعرف على الصفات الإلهية حتى لا يكون عرضة للوقوع في الشبهات وفي الضلالات المختلفة. لأن الإنسان اللي مؤمن بالله مثل عامة الناس وأكثر الناس يؤمنون بوجود الله. كيف هو وجود الله؟ الله موجود. يمكن يجي واحد يقول له ليش في شيء موجود غير الله؟ قد يجي واحد ويدخل تدخل هكذا شبهة، أنه الله سبحانه وتعالى موجود. طيب هو أصل الوجود، إذا كل ما أوجده الله هو الله. ممكن يقول لك هالشكل هذا، فإذا كان هو كل ما أوجده الله هو الله، يعني كل واحد فينا هو الله، يعني كل هاي الموجودات هو من الله. هذه يسموها وحدة الوجود، وهذه من الكفر. ولكن في ناس مسلمين وعلماء مسلمين يقولون بها، وقعوا بهذه الشبهة. ليش؟ لأنهم ما قدروا يميزوا بين الصفات الإلهية وبين الواجب وبين الممكن، وأن الممكن يوجد بإيجاد الواجب. واجب هو الله، واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى، وهو لا يمكن حصول أي وجود بدون وجوده. لا يمكن أن نفرض أن هناك موجودة إلا من خلال وجوده، فرض وجوده جل جلاله. أما الممكن فهو لا يوجد إلا إذا وجد الله، ولكن هناك عنده قابلية للوجود، بمعنى أن الله إذا أراد حصل ذلك الشيء، ذلك الشيء أصبح له وجود خاص. هذا الوجود الخاص هو وجود الممكن، وهو ليس الله سبحانه وتعالى. على كل فينبغي علينا في بداية سعينا إلى في هذه مسيرة السعادة وتحصيل البر، هو أن نتعرف على الله وتوحيد الله ومعنى توحيد الله وصفات الله سبحانه وتعالى. أن آمن بالله ثم المعاد، لأنه بالمعاد تنتظم حياتنا ونلتزم بما فرضه الله سبحانه وتعالى علينا. يعني الإنسان الذي لا يؤمن بالمعاد إذا كان مرتاحا في حياته فلن يعتني بما بعد الموت، فلن يتقيد بالواجبات والمحرمات، بل لن يتقيد بالأخلاقيات، بل لن يتقيد بحقوق الآخرين، وسيتعدى على حقوق الآخرين. مش بده يتعدى، بده يوسع قدراته ونفوذه وجاهه ورغباته وما إلى هنالك قدر الإمكان. أما الذي يؤمن بالمعاد فالأمر فيه مختلف كثير. فاليوم الآخر قدمه على باقي الأشياء، والملائكة يعني هم الواسطة بالتالي، والكتاب والنبيين يعني التساتير الإلهية. عندما نقول النبيين يعني النبوة، إيمان بالنبوة دائما يتضمن الإيمان بالإمامة. لأجل ذلك الأصول هي ثلاثة، أصول الدين هي التوحيد والنبوة والمعاد. التوحيد يشمل العدل، والنبوة تشمل الإمامة، يعني أدلة النبوة هي أدلة الإمامة. ودور النبي، دور الإمام هو دور النبي إلا الوحي، فبالتالي هو حفظ الدين وإيصال الدين ونشر الدين وأمور أخرى، أمور أخرى ليس من أنواع البحث. فبهذه الحالة يكون هذا القسم من الآية شمل هذه الأمور، العقائد الأساسية، هذه جوانب عقائدية. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، أساس الدين هو الناحية العقائدية، وتأتي الناحية العملية بعد هذه. ليش؟ يعني إذا كان أنا لست على عقيدة سليمة فما قيمة عملي؟ لمن أعمل؟ وعلى أي أساس أعمل؟ على أي أساس أبني عملي وأبني عباداتي والأحكام؟ من أين أخذها؟ فبالتالي يضمن هذا الشيء. ثم ينتقل بعد ذلك الآية نفسها، تنتقل إلى النواحي العملية. وآتى المال، هذا من البر الذي يريد، ولكن البر من تقى
ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ونبيه وآتى المال على حبه بدأت بجانب اجتماعي قبل أن تبدأ بالجانب الشخصي في مقام العمل. مو لأنه الجانب الشخصي ليس مهم، ولكن للتركيز على أهمية الجانب الاجتماعي وأن الدين هو نظام للمجتمع وللأمة ككل، والجانب الفردي مع أن أهم شيء في العبادات كما نعلم من أهم العبادات هو الصلاة وعمود الدين، أليس كذلك؟ فكان من الطبيعي أن يذكر الصلاة، ولكن الصلاة هو مسألة شخصية بالنسبة للإنسان، إذا صلح إذا قام بها قوى رابطته قوى علاقته بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي كان مردوده عليه شخصيا، ثم إذا التزم وآمن وكان منضبطا في صلاته له انعكاسات اجتماعية، ولكن الأثر الاجتماعي للتكافل أبلغ وأظهر وأسرع في الظهور من غيرها. وآتى المال على حبه، إذن الصدقة والإحسان أو القيام بالواجبات والحقوق الشرعية هي هذه فيها بحد نفسها جيدة، وكلما كان هذا الشيء محبوبا للإنسان كلما كان أثره أبلغ، وغالبا يكون المال محبوبا للإنسان. وليجد ذلك إذا الإنسان يريد أن يدفع الحقوق الواجبة عليه مثل الخمس، مثل الزكاة، مثل الكفارات إذا كان عليه كفارات، يستصعبها أحيانا إلا الذي يدرك مدى حسنها الواقع في هذه الحالة. هذا الأقول أقول واجب، فكيف بالصدقات؟ الصدقات هذه تحتاج إلى روحية أعلى وصفات أفضل حتى يكون يدفع ويعين ويقوم بخيرات هو ليس مجبورا عليها، ولكن كلها تتحد في صفة أنه يحبها. وآتى المال على حبه، يعني مع أنه يحبه ماذا يقسمها؟ تبدأ الآية فتقول ذوي القربى، أول شيء قدمت ذوي القربى. وكثيرا ما أسأل من الإخوة والأخوات أنه هل يمكنني تأتي اتصالات، أنا عندي أموال فالصدقة، هل يجوز أن أبعثها إلى أختي أو إلى بنت أخي أو إلى ابن عمي وهو فقير أو مريض أو معاق أو ما إلى هنالك؟ نعم، الأقربون أولى بالمعروف، وخير الصدقات لذوي الأرحام، فذوي الأرحام هم أولى من غيره طبيعة الحال. صلوا على محمد وآل محمد. الله صلي على محمد. فإذا ذوي القربى كما تشير بعض الروايات لا صدقة وذو رحم محتاج، أول شخص أول من دلت عليه الآية. واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين، طبعا اليتامى والمساكين، اليتامى هم أكثر أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنا وكافل اليتيم في الجنة، وبالتالي اليتيم إعانة اليتيم حسنة أكان فقيرا أو غير فقير، ولكن اليتيم الفقير أولى من غير الفقير، بمعنى أن اليتيم ليس فقط بحاجة إلى مال، الفقير هو بحاجة إلى رعاية، اليتيم بحاجة إلى رعاية، اليتيم بحاجة إلى عطف، إلى حنان، إلى مدارات، ومنها المال أو ما يكون بواسطة المال. ولكن ما نلحظ بالآية أنه المقصود اليتيم الفقير، لأنه قرنه مع المساكين، والمساكين هم أشد الناس حاجة بين الناس، بالنتيجة المسكين هو فقير ولكنه أشد فقرا من الفقير، عرفت كيف؟ يعني تتحقق فيه صفة الفقر ولكنه بطابع بمستوى أشد، لأن تختلف ما هي التعاريف الدقيقة للفقير والمسكين، ولكن مثلا منها اللي بتذكر في الرسالة العملية أنه الفقير هو الذي لا يجد قوت سنته، يعني لا يملك قوت سنته، ما عنده مال كيف لمصروف سنته، أو ما عنده شغل يطلع له مصروف سنته، مولد يأتي منه ما يكفيه كل شهر بشهر أو كل أسبوع أسبوع، ولكن يكفي لسنة، مثلا موظف أو عامل هذا عمله يضر عليه ما يكفيه ليس فقيرا،
إذا كان يكفيه بشكل طبيعي مصروف يومه ولو كل يوم يوم، بس عارف إنه دي طول السنة هكذا، فهذا ليس فقيرا. إذا كان لا يكفي فهو فقير. المسكين هو الذي لا يجد قوت يومه، فبالتالي قدمته بعد ذوي الأرحام، قدمت الآية الذين هم منقطعون ولا سبيل لهم، يعني ما عندهم مال. في روعية أخرى عندهم أموال ولكنهم ينقطعون مؤقتا، صار عندهم مشكلة أوقعتهم في اضطراب، اضطروا أن يسأل ابن السبيل والسائلين. ابن السبيل والسائلين، والسائل قد يكون عنده مال بمكان ثاني ولكنه اضطر، أو أنه لا يستطيع أن يستفيد من ماله، محصور، ممنوع عنه، محجور، يحتاج إلى معاملات، أرض لا تباع، ولكنه الآن ما عنده أكل، ما عنده شرب، وهو ما عنده أرض لو باعت تكفي لسنوات. ابن السبيل هو الآن غالبا لا يتحقق ابن السبيل بهذا العصر. ليش؟ لأن ابن السبيل هو الشخص الذي يكون مسافرا وتنتهي أمواله لمعه، ينقطع، إما تسرق أمواله أو تنتهي أمواله أو لا يستطيع الاستفادة منها، يعني مثلا عنده أموال ولكنه لا يستطيع أن يأكل ويشرب منها، مثلا ثياب أو سجاد أو ما إلى ذلك، ولا تباع ويريد أن يأكل في مكان لا يباع هذا الشيء عنده، فهذا انقطع بحاجة إلى ما يسد حاجته، فهذا يسمى ابن سبيل، وهذا يسمى أحد موارد مصرف الزكاة الواجبة، ويعطى بمقدار سد حاجته ما دام لم يرجع. إذا كان في إمكانية إنه يدفعهم بعدين يدفعهم بعدين، وإلا هو لا يجب عليه، لا يجب، يعني يجوز إعطاؤه من المال من الزكاة. على كل حال هذا ابن السبيل. ليش أقول لا يوجد الآن؟ لأنه الآن طرق الاستدانة متوفرة أكثر، يعني الوصول إلى الأموال عبر الكارتات، عبر البنوك، عبر اتصالات، عبر كذا متوفرة، فيستطيع الإنسان أن يستدين بأي طريقة من الطرق ثم يسدها. فقلما يحصل حالة ابن السبيل في هذا الزمن، ولكنه هو من الموارد. هذه الموارد بالتدريج، وابن السبيل والسائلين، ثم ينتقل إلى حالة إصلاحية في المجتمع. كل هذه بعد نحن عم نمشي، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المجرم، عم بحدد لنا الطرق الصحيحة للبر، منها وفي الرقاب. شو يعني هذا؟ دائما نحن نقول أن الإسلام صحيح أنه لم يمنع الرق، لأن هذا سيكون صدمة اجتماعية غير قابلة للتحقق في البداية، ولكنه وضع منهجا تدريجيا للقضاء على الرق بطريقة لا يصبح هناك خلل في المجتمع، ومنها هو وسائل تحرير الرقيق، تحرير العبيد، ومنها أنواع كيف يحصل هناك مكاتبة لتحريرهم، دفع مال مقابل تحريرهم يعني، وكثير من المسلمين حرروا بهذه الطريقة في صدر الإسلام، ثم أنه جعل عتق الرقبة من الموارد دفع الكفارة، وبذلك سيضطر الناس أنه يعتقون العبيد في كثير من الأحيان إلى أن ينتهوا العبيد، لأن الناس تفعل كثير من المحرمات التي تقتضي دفع كفارة وهي عتق العبيد. فبالتالي إذا واحد أفطر شهر رمضان على حرام، معاذ الله، كان واحد يسكر مثلا، كان يشرب بشهر رمضان ثم تاب بآخر شهر رمضان، عنده 30 يوم، 30 عبيد، 30 عبد لازم يعتق، لأنه الذي يفطر على المحرم خصوصا على عند مراجع منهم السيد الخوئي عليه أن يدفع كفارة جمع. شو يعني كفارة جمع؟ يعني أن يعتق رقبة وإطعام 60 مسكين وصيام شهرين متتابعين، بده يجمعهم كلهم. الشخص الذي يفطر على يفعل حرام فيفطر ولكن على ماي، على أكل، على شيء، هذا يدفع واحدة من الأول ثلاثة، إما عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين أو صيام شهرين متتابعين. أما الذي يفطر على حرام، معاذ الله، أفرض على زنا، أفرض على شرب خمر، أفرض على كذا، فهذا يجمع بين الثلاثة على رأي مجموعة من المراجع
في مراجع يقولون أحبط أحبابا وليس أحبط وجوبا. على كل فعلى من يقول، على من يقول الجمع، هذا الذي يفطر 30 يوم عليه أن ماذا يعطف 30 رقبة، وهكذا اللي كان عدة سنوات يفطر، فإذا كان واحد بس 30 رقبة وأنت عليها فقس كثار اللي بيصوموش مش هيك، وكثار من الفصاق والفجار قلتابوا بعد 10 سنين صاروا يعطفونهم 300 واحد مش شكل، سينتهون القيس ينتهى، سينتهى الرقم الأخير، وهذا ما حصل الآن لا نجد رقم. فلذلك نحن لا غير مكلفون بهذه الناحية، إذا وجدنا رقمنا نعتق وهكذا. فإذا وفي الرقاب نرجع ننتقل هنا بعد صار في نظام وترتيب وعملية تؤمن السعادة ليس للفرد فقط بل تؤمن السعادة للمجتمع، رجع للفرد ولإصلاح علاقته بالله، وأيضا من خلال إصلاح علاقته بالله يستمر في عطائه للمجتمع. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، أقام الصلاة بما يستدعي إقامة الصلاة من ارتباطات عبادية أخرى، يعني الذي يقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني مستمر هو في باقي العبادات وواجباته الاجتماعية. ثم على مستوى الارتباط في المجتمع والتعاطي معه، المؤمن لا يخون والموفون بعهد، نفس الآية والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، تركز الآيات الكريمة على أهمية الوفاء بالعهد. كل هذه الأشياء سواء الوفاء بالعهد أو القيام القيام بالصلاة الحقيقية، لأنه كما تعلمون وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، هي ليست الصلاة بالأمر السهل، الصلاة التي بالطريقة التي ينبغي أن يأتي بها الإنسان، وأيضا القيام بالواجبات التي ذكرناها كلها تحتاج إلى الصبر، والصابرين على في البأساء والضراء وحين البأس، يعني مو الصابرين فقط على المخاطر والحروب لأنه ذكرها بالأخير وحين البأس، هذه المسائل. فإذا الصابرين في كل جوانب حياتهم على الطاعة، الصبر صبران، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية، أليس كذلك؟ فيصبر الإنسان عن المعصية بحيث أنه عندما يواجه معصية وشهوة ويكاد أن يقع فيها يصبر فلا يقع، وهذه شديدة على الإنسان في البداية، ولكنه إذا روض نفسه بالصبر فيستطيع أن يتخطاه وتكون عادية، بالعكس لا يستطيع أن يفعل معصية بعد ذلك بسهولة لأنه يستقبحها وتنفر نفسه منها. فالصابرين على في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك هذه النتيجة وصلوا أول شيء لصدق مع نفسهم وصدق مع الله وصدق مع الناس، أولئك الذين صدقوا، والنتيجة الأكبر اللي هي قمة السعادة، وأولئك هم المتقون. فهكذا يتدلنا الآية الكريمة على حقيقة البر وكيف نصل إلى السعادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أسأله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا ويتوب علينا، إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.